بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما يا عليم. اخواني بارك الله فيكم، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل اعمالنا كلها خالصه لوجهه الكريم. اخواني، هذه الفرحه التي تظهر على وجه الإنسان وعلى قلبه حينما يكرمه الله سبحانه وتعالى بحفظ آيات كتاب الله سبحانه وتعالى، وما أعظمها من فرحة وما أجملها من نعمة حينما يكون الإنسان أيما آية من كتاب الله تعالى يتذكرها فيقرأها مباشرة، حينما تكون آيات الله تعالى حاضرة على لسانه وعلى قلبه في أي وقت شاء، فيعيش بأجواء يضمنها الإيمان، يقرأ من أي مكان شاء، يفتتح بأي مكان شاء، ينهي بأي مكان شاء. هذا في الدنيا. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى ينادي حافظ القرآن على رؤوس الأشهاد، يعني على رؤوس الناس كلها، يعني الناس كلها حاضرة تنظر إليه، فيقول له يا عبدي اقرأ اقرأ ورتب وارتقي، اقرأ ورتب، يعني اقرأ ورتب، اقرأ قراءة التجويد التي كنت تقرأها في الدنيا، اقرأ ورتب وارتقي كما كنت تتلو في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فلو حسبنا آيات القرآن الكريم وعدد صفحات القرآن الكريم لرأى الإنسان نفسه في منزلة عليا. قد يقول أحدنا لا وقت عندي، قد يقول أحدنا عندي شغل، قد يقول أحدنا عندي عمل. إخواني، مهما كان الإنسان عنده من الأعمال المتراكمة على حياته وعلى يومه، فلا يمنعه من أن يقرأ قراءة بشكل حافظ تمام في كل يوم ولو صفحة واحدة. يعني إخواني، لو حسبناها باختصار شديد، نحن واحد منا كم مرة بينظر بالواتساب؟ كم مرة؟ طب كم مرة بينظر بالمصحف؟ مقارنة بين الواتساب والمصحف كم مرة؟ لرأينا أن الأجهزة والتليفونات إخواني غطت جانبا كبيرا من حياتنا أكثر من القرآن الكريم. والقرآن الكريم لا يأتي إلا لخير، أما احتمال مثلا الهاتف يحمل الإنسان شر، فلماذا الإنسان يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ لماذا؟ لماذا الإنسان لا يجعل من كتاب الله سبحانه وتعالى دستوراً ومنهجاً في حياته؟ يستفيد منها هو ويستفيد منها أبواه. قال الإمام الشاطبي في منظومته: هنيئاً مريئاً والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجد عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الهلى، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلام جاء بها القرآن متنزلا. ينزل القرآن الكريم على قلب الإنسان فيغير من حياته. الله تعالى قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. فما بالك لو أن القرآن الكريم حل في قلب الإنسان، فلا يجعل بعد ذلك معه شبيه ولا يجعل بعد ذلك معه مثيل، ويحفظه الله سبحانه وتعالى ما دام أنه يقصد بهذا القرآن وجه الله سبحانه وتعالى. الله يرقيه في الدنيا ويحميه من جميع الفتن إذا قصد بذلك وجه الله تعالى في تعلم القرآن الكريم. فأخواني، والله ما هو شيء صعب، يعني أخواني نظرياً وعقلاً ما زال كل الناس متساويين، نحن جميعا متساويين، ما في أحد متميز عن آخر. فما دام أن واحد نجح في هذه العملية فمعناته الكل لازم ينجح مهما كان الإنسان عنده وقت تمام. ما يعني أذكر كثير من القراء المشهورين في دمشق تمام، رحمة الله عليهم الشيخ أبو الحسن الكردي حفظ القرآن الكريم على كبر تمام. طب لماذا الإنسان لا يجعل من هذا الشيء يا أخي بس يعني شيء بسيط، يحاول قدر الإمكان أن يقرأ، يحاول قدر الإمكان أن يحفظ؟ اجعل يا أخي بنفسك في البداية حتى يعتاد لسان الإنسان على القراءة، يجعله ختمة يقرأها لوحده تمام. يجعل الإنسان لوحده كل يوم جزء، كل يوم صفحة، على حسب المستطاع، المهم أن يبقى له صلة دائما متصلة في كتاب الله سبحانه وتعالى. يوم القيامة ينادي على رؤوس الأشهاد فيرتقي بمنازل الجنة ويحلى والداه.
أعظم البر أن كان والداه قد توفاهم الله سبحانه وتعالى، أعظم البر أن تلبس والداك ملابس النور يوم القيامة، تيجان من نور. تمام. الله سبحانه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحلون بحلة الكرامة. هذا في يوم القيامة فضل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه أدرك وحفظ كتابه. ولله الحمد، كتابنا كتاب القرآن الكريم لم يعتريه نقص ولا تحريف ولا تدليس ولا زيادة ولا نقصان، منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى إلى يوم القيامة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أثناء قراءة القرآن الكريم تجتمع الملائكة لتسمع لك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث يرويه أبو هريرة: ما اجتمع قوم، جماعة، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم الملائكة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. مجرد القراءة، طب الإنسان شو بده أفضل من هيك؟ ولو قال ألف لام ميم كسب بذلك 30 حسنة، ولو قرأ آيات الله سبحانه وتعالى ليلا نهارا لترى ذلك على لسانه، يستحضر أيما شاهد. إذا ما أحد أراد أن يخطئ بآية القرآن الكريم مباشرة لقنه الآية الصحيحة، فينال بذلك فضلا ورفعة في الدنيا وفي الآخرة. وخصوصا إخواني من يقرأ بطريقة الإسناد، النبي صلى الله عليه وسلم ومن فضل الله تعالى كما قلت حفظ القرآن الكريم بالإسناد. معنى كلمة إسناد إخواني أي أن جماعة تلقوا عن جماعة، يعني كيف إخواني بالحديث النبوي عن أبي هريرة، عن أبي عمر، عن ابن عمر، عن أحمد بن حنبل، عن البخاري، عن مسلم، كيف هيك بالحديث؟ كذلك الأمر في القرآن الكريم، فترى راوي يروي عن آخر، راوي يروي عن آخر حتى وصل إلينا بهذه الطريقة. طب قد تقول يعني مثلا هلا إذا قرأنا الإسناد تلاحظ عدد قليل، يعني ربما 30 رجل، طب كيف 30 رجل من 1400 سنة؟ إخواني هؤلاء عصور، يعني واحد قرأ عن واحد، واحد قرأ عن واحد حتى وصل بنا العدد إلى 30، تمام؟ ولا تجد أقل من ذلك إلا القراء الكبار، فتجد أقل من 30، يعني 28-29، أقل من هيك لا تجد الآن على قيد الحياة. يعني بينهم وبين عصر النبي صلى الله عليه وسلم 28 رجل قرأ عنهم ما سمع عنهم، وكلهم هما أئمة معروفون بالضبط وحسن القراءة والتلاوة. فلماذا أخواني لا نجعل من هذا الأمر دافع لنا؟ عندما يراك وابنك، حينما تراك بنتك، زوجتك، يكون هذا الأمر دافع حتى الإنسان يحفظ، حتى الإنسان يقرأ، حتى الإنسان مستقبلا يا أخي إذا ما استطعت تحفظ مشاغل الدنيا لديك، هموم الدنيا عندك، ما استطعت أن تحفظ، على الأقل اقرأ عن حاضر يا أخي، اقرأ عن حاضر، صحح التلاوة بحيث إذا قرأت. أخواني من يقرأ القرآن ويخطئ به، تمام، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقارئ القرآن أو الماهر في القرآن الكريم، الماهر يعني المتقن، قال: هذا مع السفرة الكرام البررة، مع الملائكة مقام، ارتفع فوق مقام البشر بسبب حسن التلاوة. ومن يقرأ القرآن وهو عليه شاق يتتعتع به، كل ما يقرأ آية الشيخ بيرد فيها، كل ما يقرأ آية الشيخ بيرد فيها، بدي اقول بيني وبين نفسي هذا الشيخ متحطط علي، انا لما بقرا بالبيت ما بخطأ. طبعا ما بتقرا، لما بتقرا بالبيت لحالك ما بتخطأ، طبعا لو ما حدا سامعك، تمام اخواني. فمن يقرا القران وهو به ماهر فهذا مع الملائكه، اما من يقرا القران وهو عليه شاب يا دوب يطلع مع الحرف، يا دوب يطلع مع الحكم، قال: هذا له اجران، اجر مضاعف، اجر لانه يبذل جهده حتى يتعلم، والاجر الاخر لانه صبر ويقرأ القرآن ويجاهد نفسه. شو بدك أحسن من كتاب الله تعالى يجري على لسان الإنسان؟ ما أعظمه من فضل حينما الله سبحانه وتعالى يكرم الإنسان بهذه الكرامة، فيرتقي بذلك في الدنيا ويرتقي بذلك في الآخرة. ما أحد إخواني، ما أحد صاحب القرآن الكريم إلا الله سبحانه وتعالى أكرمه. مستحيل، مستحيل إنسان يصحب القرآن الكريم فيجعله صاحب له ليلا نهار يتلوه ويقرأه إلا الله سبحانه وتعالى أكرمه بهذه الكرامة. فإخواني نتعاهد أنفسنا، مهما كان الإنسان مجبول صفحة واحدة. الآن يعني ربما بعضنا يستخدم وسائل المواصلات، في سفرك، في مواصلاتك، في ذهابك إلى عملك، ضع شيئا من آيات الله سبحانه وتعالى على هاتفك، فهو وقد مهدور مهدور ضائع ضائع بالنسبة لك. فاحفظ هذا الوقت بآيات الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والفلاح والنجاح. نستمع لبعض التلاوات إخواني ثم نبدأ مع الحفظ. تعالى يا صاحبي. هذا الطالب مش
مصعب الحافظ كم عمرك يا مصعب؟ 10 سنوات أتقن جزء عام بتلاوة جيدة، والآن وصل إلى سورة المزمل في جزء تبارك. سمعنا يا مصعب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فتح الله عليك وبارك الله فيك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك ذخرا لوالديك وأن يلبسهما بك تاج الوقار يوم القيامة. أيضا إخواني مع الطالب ريان زكريا وقد أتم جزء عمة ووصل إلى نهاية سورة الجن. تفضل يا ريان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله. فتح الله عليك يا ريان فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك وأن يجعلك ذخرا لوالديك وأن يلبسهما بك تاج الفقار. ومع الطالب إخواني أيضا عبد الله عرعار أخونا من الجزائر أنهى الجزء 30 والجزء 29 والجزء 28 ويبدأ الآن بجزء 27. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه وأن يجعله قرة عين لوالديه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من
من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا والله شططا وإنا ظننا لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فتح الله عليك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك قرة عين لوالدك. إخواني مع أخونا الحافظ من أجل أن أنتبه عليكم يبدأ فيخدم بإذن الله تعالى. تفضل يا أستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا
ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من نسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وطرف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا مما يقرأ القرآن فيرقى. اللهم لا تجعلنا مما يقرأ القرآن فيذل ويشقى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليك وأن يجعل ما سمعنا وما قرأنا في صحائفنا وصحيفة النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني هذا الأخ جاءنا مع يعني قبل شهرين تقريبا فقال لي أريد أن أسمع القرآن الكريم لديك. فيعني إخواني كثير من الناس عندهم الرغبة وعندهم الحماس ولكن مع بداية التسميع تفتر همته فيترك التسميع.
فما شاء الله يعني كان حينما يسمع مع بعضهم البعض جزئين متتاليين، وكان قليل ما يخطئ، يعني أنا كنت قليل ما أقول له صحيح، وكانت أخطاؤه بسيطة، يعني بدل أن يقول ذلك يقول وذلك، يعني زيادات بسيطة لا تفوت على القارئ، ولكن مع المدارسة بإذن الله تعالى ومع كثير من المراجعة يتم الأمر بالنسبة إليه. أخونا من أين؟ من كازاخستان، تمام؟ أتى من بلاده إلى هنا لغاية واحدة فقط، أتاني قال لي أنا معي بث 3 أشهر أقيم في تركيا، فقال لي تسمع لي بثلاثة أشهر وتنهي. قلت له أنا ما عندي أي إشكال، ولكن يجب أن تستمر وتبادر. فكان كما ذكرت لكم يسمع وأنهى خلال شهرين من فضل الله سبحانه وتعالى ونعمته عليه. كم كنت تجلس حتى تحفظ أو تمكن أو تراجع القرآن الكريم؟ كم ساعة كنت تجلس في اليوم؟ تقريبا 6 ساعات. 6 ساعات و7 ساعات حتى يستطيع أن ينتج جزئين متتاليين بعضهما مع بعض. وأخواني، هو الآن أنهى حفظ القرآن الكريم كاملا، وبعد ذلك كما هو معلوم عند علماء القرآن الكريم يجب أن يبدأ فيحفظ متن الجزرية. هذه الجزرية هي عبارة عن أبيات شعرية كتبها الإمام ابن الجزري محمد بن الجزري الشافعي، كتبها حتى يحفظ بذلك أبياتا من الشعر، فيحفظ بذلك المدود والإظهار والإخفاء وباقي مخارج الحروف. نقرأ الإجازة التي أعطيناها لهذا الشاب، ثم بعد ذلك نكرمه بما أكرمنا الله سبحانه وتعالى لنا وله. هذه إخواني إجازة في القرآن الكريم بإسناد متصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكرمني الله سبحانه وتعالى بأن قرأته على أستاذي وشيخي الشيخ عدنان محمد حسن أبو شاهر. وباقي الإسناد إخواني فقد قرأته أنا العبد الفقير من الله محمد معين سنجاب، قرأت على شيخي عدنان محمد حسن أبو شامر الذي قرأ به القرآن الكريم، على كل من شيخيه عبد الرزاق الحلبي رحمه الله وشيخه حسين خطاب رحمه الله. فقد قرأ عبد الرزاق الحلبي على محمود فائز الدير عطاري، ثم على سعيد الحلواني، ثم على حسين بن رضا الخطاب الذي أرضي عنه أيضا بهذا الإسناد، والذي قرأهما على محمود فائز الدير عطاري وأحمد بن محمد سليم الحلواني، اللذين تلقيا القرآن الكريم حسب ما تضمنته الشاطبية والدرة على والد الأخير منهما محمد سليم الحلواني، الذي قرأ هو على والده أحمد الحلواني الرفاعي، وهو على أحمد المرزوقي، وهو على إبراهيم العبيدي، وهو على عبد الرحمن الأجهوري، وهو على أحمد البقيري، وهو على والده محمد البقيري، وهو على عبد الرحمن اليمني، وهو على والده شحاب اليمني، وهو على ناصر الدين الطبلاوي، وهو على زكريا الأنصاري، وهو على محمد العقيلي، وهو على الإمام ابن الجزري، وهو على رجال كثيرين منهم أبو محمد عبد الرحمن بن البغدادي الشافعي شيخ المقارئ بالديار المصرية، وهو على أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الخالق المصري الشافعي المعروف بالصائغ، وهو على أبي الحسن علي بن شجاع العباسي المصري الشافعي صهر الإمام الشاطبي، وهو على أبي القاسم ابن فيرة ابن خلف الشاطبي صاحب القصيدة الشاطبية المعروفة بحرس الأماني ووجه التهاني، وهو على أبي الحسن علي بن الهادي، وهو على أبي داود سليمان بن الناجح، وهو على أبي عبد الرحمن عثمان بن سعيد بن عمر الأموي المعروف بالدالي صاحب كتاب التيسير، وهو على أبي الحسن طاهر ابن غلبون، وهو على الإمام أبي الحسن علي بن صالح الهاشمي، وهو على أبي العباس أحمد بن سهيل الأشناني، وهو على أبي محمد بن عبيد بن الصباح، وهو على أبي عمرو حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي الغضاري، وهو الذي اشتهرت قراءته في أكثر الأمصار، وهو على الإمام أبي بكر عاصم بن أبي النجود التابعي، وهو على أبي عبد الرحمن السلمي،
وزرير بن حبيش وأبي عمرو سعيد بن إلياس الشيباني. وقد قرأ هؤلاء الثلاثة الأئمة الثلاثة على الصحابي عبد الله بن مسعود، وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي وزرير بن حبيش أيضا على الصحابيين عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي أيضا على الصحابيين أبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، وقرأ عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تلقاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن أمين الوحي جبريل عليه السلام وهو عن الله سبحانه وتعالى. هذا وقد قرأ علي الأخ عبد الصمد سير علي أو أشنجان القرآن الكريم من أوله إلى آخره بالضبط التام من رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية مع بذل الجهد في إتقان الأداء وتحري الغاية في الأحكام والاعتناء جهدا وسعي والمستطاع، فاستجازني فأجزته برواية حفص عن عاصم على أن يقرأ ويقرأ في أي مكان حل وفي أي قطر نزل بشرطه المعتبر عند العلماء القراء ذوي الفضل والأثر، وأوصيه بكثرة التكرار وعلى الضبط بالإتقان كما تلقاه، وأن يجتهد بالقيام به وخاصة بالأصحاب، وأن يجعله إماما لعلوم كثيرة يطمح إليها في حياته ترضي الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله لنا وله التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أتم أكون هذا الكلام في اليوم السبت في العاشر من ربيع الثاني 1441 الموافق لسبعة عشر 2019. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسن. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أخواني أن يجعلنا جميعا من حفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى ومن القضاء العاملين به آناء الليل وأطراف النهار إنه ولي ذلك والقادر عليه. نحن شيخنا أنهينا وختم الأخ، فإذا بتحب دعي كمان دعاء من شيخنا. أخوانا الكرام، قبل الدعاء لهذا المجلس ربما بعضكم أول مرة أحضر مثل هذا المجلس. هذا المجلس يسمى مجلس الإجازة، والإجازة في القرآن الكريم تعني عدة أشياء. الشيء الأول أن هذا المجاز الإجازة فيها مجيز ومجاز. المجيد هو فضيلة الشيخ محمد سنجاب حفظه الله وبارك فيه ونفع به المسلمين، هذا مجيد. الأخ المجاد هذا الأخ الشاب عبد الصمد من أي البلاد؟ كازاخستان. أيوة أهلا وسهلا ومرحبا. فهو مجاز، مجيد ومجاز وإجازة. تعني الإجازة أول شيء أن هذا الأخ المجاز عبد الصمد قد قرأ القرآن كله من أوله إلى آخره حرفا حرفا كلمة كلمة على شيخه المجيز، قرأه غيبا من حفظه من أوله. نحن أول آية بالقرآن شو هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تمام؟ الحمد لله رب العالمين، هي سورة الفاتحة. فأول آية تلاقي عند البسملة بالفاتحة تلقي لك رقم واحد، فأول آية بسم الله الرحمن الرحيم. هلأ لما تقلي في سورة البقرة كمان في بسم الله الرحمن الرحيم، بس ما في قدامها رقم. البسملة بس حاطين لها رقم وين؟ بأول الفاتحة رقم واحد، بعدين من دون أرقام البسملة. وآخر آية نعم الذي يوسوس في صدور الجنة والناس، أوله بسم الله الرحمن الرحيم وآخره من الجنة والناس. هنا في بعض العلماء قال أوله باء وآخره سين، أوله باء وآخره سين. الباء يعني بسم الله وآخره شو؟ الناس. فباء وسين شو بيطلعوا؟ بس يعني يكفي، بس هي كلمة عربية فصحى. مثل الواحد بس يعني سكوت، بس يعني اكتفي بس.
في عنا بس في عنا بس بس يعني شو البس يعني هر فعنا بس بس هي كلمة عربية فصحى في بعض الناس يفكرون من العامية هذا ليس هي كلمة عربية فصحى بس بس يعني اكتفي يعني اكتفي بهذا القرآن فمن حصل هذا القرآن ففيه كفاية عن كل شيء إن هذا الكتاب الذي أنزله الله علينا فيه تبيان لكل شيء كل شيء فيه تبيان في هذا القرآن فالإجازة تعني يا أيها الإخوة أن أول شيء المجاز قرأ القرآن كله فلو واحد أرى نصف القرآن ما نعطيه إجازة لو أرى ثلاثة أرباع القرآن ما نعطيه إجازة لو أرى القرآن كله بس عند قل أعوذ برب الناس وقف ما نعطيه إجازة نعطيه إجازة بشو؟ بما قرأ مثلا إجازة بالقرآن ليقرأ القرآن كله من أوله إلى آخره كلمة كلمة وحرف حرف الشيخ يعني صلح له قل له هاد مفخم هاد مرقق هون الراء بسم الله الرحمن الرحمن راء مفخم الرحيم راء مفخم تمام فبيعطيه أحكام وبيدرب له لسانه المالك يوم الدين بسم الله يكتب الباء بسم الله يبين السين وهكذا فهذا أول شيء معنى الإجازة أنه هذا الإنسان قرأ المعنى الثاني الذي تعنيه الإجازة أنه هذا الإنسان المجاز أخونا عبد الصمد بارك الله فيه صار عنده قدرة أنه شو أن يجيز غيره يعني لو واحد منكم أنتم اللي ما معكم الإجازة أراد أن يقرأ على الشيخ مين؟ عبد الصمد فإجا عند الشيخ عبد الصمد قال له أنا حابب أقرأ القرآن عندك من أول إلى آخر تعطيني إجازة إذا خدمت شو بيقول له شيخ عبد الصمد؟ أعطيك لأنه هو صار شو مجاز مجاز يعني عنده قدرة على أنه يعطي الإجازة لغيره أما واحد قال طيب يا أخي أنا بعرف أقرا الحمد لله متعلمت بعرف أحكام التجويد وبقرأ القرآن كله من أوله لآخر من دون خطأ وبجيب أحكام التجويد 100% هل يصح لي أن أجيز غيري؟ قال له إذا معك إجازة بتجيز غيرك أما ما معك إجازة ما بصح طيب منين جبنا الحكي العلماء منين جابوا؟ جابوا من القرآن لأن الله عز وجل قال وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم تلقى القرآن شو تلقى القرآن؟ تلقى القرآن في واحد عم يعطيك إياه تلقى القرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فالنبي عليه الصلاة والسلام هذا القرآن أخذه من مين؟ مثل ما قالينا سمعنا السند أخذه من جبريل ما جابه عن نفسه هو هذا من جبريل جبريل أخذه عن مين؟ رب العالمين تمام؟ نحن زي ما نقول قال الله تعالى قال الله تعالى فهذا القول هذا القرآن هو كلام الله جبريل أخذه من الله وجبريل أعطاه للنبي عليه الصلاة والسلام ورسول الله أعطاه لمين؟ الصحابة الصحابة أعطوه التابعين التابعين أعطوه التابعين وهكذا تسلسل ما في اجتهاد يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو جابه من عنده لا وإنما هذا أخذه من جبريل كل حرف كل كلمة نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين لكن لكن شو الفرق بين الحديث النبوي وبين القرآن الحديث النبوي قال رسول الله تمام معناته هو عم يقول رسول الله وما بالقرآن تقول قال رسول الله شو بتقول؟ قال الله معناته هذا قول الله والنبي شو هو؟ مبلغ ما على الرسول إلا البلاغ ولو تقول علينا بعض الأقاويل يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم زود نقص ولو تقول علينا بعض الأقاويل شو؟ لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين الوتين شو هو؟ هو هذا العرق موجود هون
الدم الذي يغذي الدماغ ما أقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه عاجزين. لذلك هذا القرآن يا أخوان حتى النبي عليه السلام ما في له اجتهاد ولا بزوده ولا بنقص أخذه مثل ما أرى جبريل وجبريل مثل ما أخذه من الله سبحانه وتعالى. فهذا الأخ اليوم أخ عبد الصمد أعظم شيء حصله في هذه الدنيا لو تعلمون قيمة هذا المجلس يا إخوان وقيمة هذه الإجازة. هذه الإجازة أنه صار هذا الرجل هذا الأخ المبارك الذي اصطفاه الله عز وجل فحفظ القرآن صار عنده قدرة أنه شو أن يجيز غيره. فلو جاء واحد منكم قرأ عن الشيخ عبد الصمد قرأ القرآن كله بعدين يقول الشيخ عبد الصمد فاستجازني فأجزته على أن يقرأ أو يقرأ. تمام؟ هذا معنى الإجازة. الإجازة مو بس شهادة إنه أنا حفظت. الإجازة معناتها إنه أنا عندي أهلية أنا مؤهل إنه شو؟ أن أجيز غيري، إنه أعطي الإجازة لغيري. هلا صار السند الشيخ محمد عن مشايخه، هلا نزل اسم الشيخ عبد الصمد بالسند. بيجوا طلاب الشيخ عبد الصمد بيقولوا قرأنا على فلان الشيخ عبد الصمد، الشيخ عبد الصمد بيقول قرأت على الشيخ محمد سنجاب، الشيخ محمد يقول قرأت على فلان. هذه اسمها سلسلة، سلسلة ذهبية، سلسلة مسلسلة بالقراء بالمشايخ المعتبرين الذين اصطفاهم الله عز وجل لحفظ القرآن. في كثير يعني بعض الناس كثير من الناس لك يا أخي هو القرآن هو اصطفاء من الله. اصطفاء الكلمة هي إلى معنيين، معنى صحيح أن هذا القرآن هو اصطفاء صحيح لأن الله عز وجل قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اصطفينا تلاقي الشيخ عبد الصمد إجا منين؟ الشيخ عبد الصمد التلين قالوا بلاد وين هي بتصير؟ بأنه محافظة. يسألك الشيخ من أين أتيت؟ من كذا أين هذا البلد؟ أين هذا يعني ما وراء النهر؟ ما وراء النهر ما شاء الله البخاري من بلد البخاري أنت ما شاء الله جانب البخاري جانب روسي جانب روسي جانب روسي يعني كم كيلومتر بيننا تقريبا 5000 5000 الله أكبر بين هون بين ولاية سنيور وبين الشيخ بلده 5000 كيلومتر يا أخوان 5000 وجاي خصوصي وجاي لهون قطع مسافة 5000 كيلومتر مشان شو؟ مشان ياخذ إجازة وأنت بينك من الشيخ 5 أمتار ما عم تاخذ إجازة. شايف يا شيخي الزهد نحن عندنا اليوم زهد بالمشايخ وزهد بالعلماء. هذا الشيخ الشيخ عبد الصمد أتى 5000 كيلومتر من أجل أن يحصل على الإجازة. فواحد يقول لك يا أخي هذا الشغلة اصطفاء صح هذا الأخ الله اصطفى وبتلاقي احنا بالسنة مثل ما قرأ الشيخ اليوم تلاقي واحد اليمني اليمني المصري الشامي اليمني قرأ على المصري والمصري قرأ على الشامي والشامي قرأ على المدني والمدني قرأ على العراقي العراقي قرأ على التركي. السند نفسه تلاقي واحد يمني وواحد شامي وواحد مصري وواحد سوداني. طيب شلون مين جمعه؟ الله سبحانه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا اصطفينا اصطفاء هذا المعنى صحيح بس في معنى آخر غير صحيح. لك أخي الشغلة شو؟ اصطفاء. فهو نايم بالفرشة عم يخطب لا إذا الله بده يالي أحفظ قرآن شو؟ هو في الصباح بينزل علي جبريل عبد الله. هذا المعنى غير صحيح. ليش؟ نحن مأمورين بشو؟ ببذل الوقت ببذل الجهد بالسعي. ذلك أنا بتعجب من الشباب مارح قلت لهم عن منبر يوم الجمعة إنه في واحدة من درية من عندنا من درية
اسمه عدنان شو؟ الزعويط. سمعت شفتوا الفيديو تمام؟ مقطع فيديو خجارة نعم من بيت الزعويط من داريا حفظة القرآن بالرفيد بلبنان. قديش عمره مع عدنان الزعويط؟ 73 سنة. هي شو أمية لا تقرأ ولا تكتب، بقي 6 سنين أو 7 سنين بس عم تتعلم القراءة والكتابة، كانت تقرأ القرآن عن حاضر 7 سنين. بعدين حافظت القرآن 7 أشهر، كل جلسة تقرأ جزء عن غاية. مع عدنان الزعويط حطوه على هلا تطلع معكم، وانتو يعني عم صعبوا ولا جزء حافظ. شايف شلون؟ بقول لك ونحن شيخنا اليوم نحن مهجرين، طيب مع عدنان كمان مهجر. والله يا شيخنا نحن كبار بالسن، مخ يوبك. طب تمام مع عدنان كمان نفس الشيء، 73 سنة عمره كمان كبيرة بالعمر. والله يا شيخنا نحن يعني تعرف نحن مشكلتنا فينا نحن. نحن يا اخوان لا تحط اللوم على احد ابدا، فلا تلوموني ولوموا انفسكم. واحد يلوم نفسه هو المقصر. بدنا نعترف اول شيء ان احنا شو؟ نحن مقصرين في جنب هذا الدين، مقصرين في العلم، مقصرين في الحفظ، مقصرين في الفقه، مقصرين في القران، مقصرين في صلاه الجماعه. نحن مقصرون، بنعترف بهذا الامر. بعدين بعد ما نعترف شو بنعمل؟ نصلح. الشيخ موجود هون الله يجزيه خير بالفجر ومغرب العشاء، كل يوم صفحه بس، فقط صفحه. الصفحه كم سطر؟ كم صفحه القران كله؟ 600 صفحه. انه هدول السور الصغيره هن فردوا هم هن اصلا بعض بيجوا 600 صفحه. كل 30 جزء، كل جزء 20 صفحة، 30 ضرب 20 600 بسنة فرق الصفحات الأخيرة، ماشي الحال 600 صفحة. كم صفحة؟ كل صفحة كم سطر؟ 15. والله عم صعب علينا يا شيخنا، 15 سطر، كل صفحة مرسومة الشغلة، 600 صفحة، كل صفحة 15 سطر. قديش بدها تاخذ الصفحة منك حتى تقراها؟ اللي صفحة مرة واحدة تقرأ صفحة، تقرأ صفحة مرة واحدة ليش تقرأ؟ دقيقة تقرأ 15 صفحة. إذا بدك تعيدهم بدك تعيد الصفحة 60 مرة، قديش بدك؟ ساعة. ساعة بتكون قريت الصفحة 60 مرة بصفحة بساعة واحدة. متصور أنت لو قريت الصفحة 60 مرة شو بصير فيها؟ ما هو الحفظ 15 مرة أدنى. في بعض الناس حتى يرسخ القرآن بذهنه رسوخ تام، يفوت على الذاكرة هي الجوانية، ذاكرة خفية، 15 مرة على الحد الأدنى. في ناس 30 مرة، في ناس 40، في ناس 70 مرة يفوت بصير القرآن مثل الفاتحة على حسب التكرار. بس إذا أنت قريتها 60 مرة ساعة، خلال 24 ساعة تأخذ ساعة، القرآن بيأخذ منك ساعة حتى تعيد الصفحة 60 مرة بس، ما بدنا منك أكثر من هيك. كل يوم صفحة، وسبت وأحد عطلة بيطلع معك بالأسبوع كم صفحة؟ 5. 4 أسابيع بيطلع لك إيش؟ جزء. كل شهر جزء. إذا كل 5 أيام في الأسبوع حافظت صفحة واحدة بس. بس نحن ما بنرتب حياتنا، نحن عايشين بالفوضى، فوضويين ما بنرتب. ليش الله عز وجل جعل لنا الصلوات الخمس؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، حتى تنظم حياتك. لما تنظم الصلاة، لما تلتزم الصلاة تنظم حياتك. لو تقرأ بعد كل صلاة تقرأها الصفحة 5 مرات، 5 × 5 = 25 مرة. ما كنت الصفحة بتجي لعند الشيخ محمد، تعلى ركبتيك وتضع يديك على فخذيك وتقرأ القرآن. بتسمعوا الصفحة، إلا هي الصفحة ما كملت، احفظها لبعدها.
أي صفحة فيها خطأ واحد اثنين ثلاثة تبعيد تطلع آخر شيء حافظ منها وصير تحفظ غيرك. النبي يقول خيركم شو؟ من تعلم القرآن وعلم. خير الناس هذول أئمة الهدى يا إخوان حفاظ القرآن. هذول شو نحن نطلع بالسماء نشوف النجوم نشوف هيك بنطلع بنلاقينا شيء 5000 نجم فوق. كمان الملائكة لما تنظر للأرض بتشوف أهل القرآن شو بتشوفهم؟ نجوم عم تشع أهل القرآن. إذا كان البقرة وآل عمران شوف البقرة من حفظ البقرة وآل عمران أتى يوم القيامة أتت البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو طائران من صف من الطيور تحاجان عن صاحبهما. يعني أنت بدك حدا بكرة يوم القيامة يشفع لك مين بيشفع لك؟ القرآن البقرة وآل عمران بتدافع عنك يوم القيامة. بتحول القرآن لكائن حي بيتكلم. القرآن بصير يتكلم بيدافع عنك بيفوتك على الجنة. القرآن يشفع لأصحابك ويكفي ليه؟ حتى حامل القرآن يشفع في أهل بيته ويشفع في 40 رجلا قد استوجبوا النار. وحافظ القرآن يوم القيامة مع مين؟ مع السفرة الكرام البررة. يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي الدرجة الأولى الدرجة الثانية الدرجة الثالثة. نحن اليوم لما نسافر بالطيارة بيقول لك بدك درجة عادية ولا درجة شو؟ رجال أعمال. في الطيارة درجة عادية عادية يكون الكرسي ضيق ما بتحسن تمد رجليك. أما تدخل درجة رجال أعمال تلاقي الكرسي مريح وبتقعد أيام. في درجة غير بعد رجال الأعمال في درجة هي بتجي خصوصي للدبلوماسيين هي بيكون في مادة الطيارة بيكون في غرفة وفي تخت وفي حمام مادة الطيارة درجات. فأنت بكرة بالجنة بأنه درجة بدك تكون بالدرجة العادية ولا بالدرجة المميزة؟ لأنك يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ واتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. لذلك شيخ الإسلام رحمه الله أحمد بن تيمية الحراني تقي الدين قال في آخر حياته يا ليتني أعطيت القرآن حياتي. قرأ 80 ختمة في سجنه الشيخ رحمه الله في سجن في قلعة دمشق وتوفي عند قوله تعالى إن المتقين في مقعد صدق إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الختمة رقم 80 لما وصل لها الآية توفي. قال قبلها يا ليتني أعطيت القرآن حياتي يا ليتني أنا فرغت حياتي كلها للقرآن. قديش بقى نحن مضيعين؟ مضيعين كنوز مضيعين درر مضيعين جواهر. ذلك مبارك مبارك يا شيخ عبد الصمد جعل نفعك الله بالقرآن ونفع به المسلمين. ومبارك لشيخنا شيخ محمد جزاك الله خيرا. لا شك أن الشيخ صبر على الطالب والطالب صبر على شيخه وكلاهما صبر على القرآن. ذلك يا إخواني يا شباب شدوا الهمة. ما بكفي الشيخ عبد الصمد انه اخذ اجازه. بدنا كلنا ان شاء الله ناخذ اجازه للقران. مستعدين؟ قولوا مستعدين ان شاء الله. كل واحد ينوي يا اخوان ينوي حفظ كتاب الله يجي لعند الشيخ ويقرا عنده. ما بتعرف تقرا؟ قول له انا ما بعرف اقرا. بيعلمك الشيخ عن حاضر بعد ما عن حاضر تحفظ كل يوم صفحه ان شاء الله. بدنا مو بس عبد الصمد يحفظ بدنا كل اولادنا ان شاء الله كل اخواننا وكل احبابنا كل المسلمين يحفظوا القران حتى يفوت القران الى الصدور والى البيوت. اللهم اجعلنا من اهل القران الذين هم اهلك وخاصتك يا رب العالمين وانفعنا ورفعنا بالقران العظيم واستعملنا في خدمه القران يا ذا الجلال والاكرام. دعاء مع اخونا الشيخ محمد قاضي.
الشيخ محمد قاضي ومشايخي من مشايخنا وأحبابنا، كذلك حافظ كتاب الله مضاعة مع الشيخ. تفضل. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك وأمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عفو فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تصلي على سيدنا محمد ما وأهله، وأن تفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، وأن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعله قائدنا إلى الجنة ولا تجعله سائقنا إلى النار. اللهم ارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة كالتي وردتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعله رفيقنا عند سكرات الموت. اللهم اجعله حجة لنا عند سؤال الملكين. اللهم اجعله حجة لنا عند الوقوف بين يديك والعرض عليك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة التامة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، ونسألك حسن الختام، ونسألك التوفيق لمحابك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم امنن علينا بصفاء المعرفة، وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة، وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك، وامنن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بالعفو في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لأخينا عبد الصمد، بارك له بالقرآن العظيم. اللهم وانفعه وانفع به باقي المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلون وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلون وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج عن سوريا وأهلها، وفرج عن المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تخط مجلسنا هذا إلا وقد غفرت لنا ورحمتنا وتجاوزت عن سيئاتنا وعتقت رقابنا من النار. اللهم أعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وأشياخنا وأحبابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بالسر الفاتح. مبارك يا شيخ عبد الصمد، مبارك يا شيخ. يلا يلا بس اخواني، في كمان الشباب الصغار اللي اتقنوا وحفظ جزء عما جزء، اين هم؟ اعطينا انطلاق إخواني الطالب يامي المحسين، ثلاثة أجزاء. بسم الله يامي المحسين، هنا أنت. السلام عليكم، مبارك يا يامي، إن شاء الله 30 جزء بدل ثلاثة.
فتأخذه من بين الشيخين وقف بين الشيخين الكيس ثلاثة أجزاء ثلاثة إن شاء الله 30 شهر إن شاء الله مبارك نعم عبد الرحمن حبيب ثلاثة أجزاء يكون بين الشيخين وين الأقيلة هي أبو حسام خليهم إلى الهدايا بارك الله فيك مبارك عبد الرحمن 30 طالب ثلاثة أجزاء زمان الله أكبر مصر عندكم القرآن أنتم أهل القرآن أهل مصر تاج من مقام القرآن إن شاء الله عبد الله عرعار من الجزائر كذلك أي بارك ثلاثة أجزاء ثلاثة مبارك ثلاثة يا الله كمان تفضل يا عبد الله من الجزائر هلا ما شاء الله شيخنا هو ثلاثة اخوان عنده هذا ثلاثة واخوانه اثنين يعني كلهم ما شاء الله عبد الحي عرعار كذلك جزئين بس مبارك يا عبد الحي القرآن القرآن بيعمل له خذ عنك كم تخيل ايوه وان في اختيار بس هو لاعب كرة قدم والله انا ما اظن اذا ما كنت عبد القيوم عرعار جزئي عبد القيوم سلم على الشيخ السلام عليكم مبارك اين هديتك يا عبد القيوم الثالث كيس اين روحوا للي عم ياخذوا شهادات حتى نصوت احنا اليوم حارث اذن نعم جزئي من الصومال الصومال موريتانيا صح؟ موريتانيا من الصومال موريتانيا موريتانيا ما شاء الله مبارك ما شاء الله نينا لكم هون عم تخصوا لكل احنا وطن عربي شيء وطن اسلامي كبير حارث اذن نعم تفضل يا حارث حارث آدم أين أنت يا حارث؟ حارث آدم هذا هو نفسه واحد إبراهيم واحد إبراهيم أحمد الحسن جزء عمرو أحمد وين هدية؟ هدية أهم شيء أحمد الحامد الحسن أحمد الحامد هلا مبارك كذا كذا أحمد الحامد مبارك مبارك منين يا أحمد من حلب مصعب حافظ مصعب من الشام أنا عيمو أكرم داريا من داريا أولى صبر داريا أنا ستة من دارية محمد الحافظ ليس كثرة من أين؟ أخو شيخ من دارية ريان زكريا ريان أعلم يا سلام من دارية؟ من دارية؟ من دارية؟ من دارية؟ بشير زكريا بشير زكريا بشير لا تروحوا فنصور حقيقة أسامة ماهر من مصر شيخ يلا أسامة أين أنت مصري أين المشهد ما شاء الله تدري عبد الله نفسه السلام عليكم الحمد لله يا عبد الرحمن الله يسعدك خلاص روح معك
بدل هاي لا خلاص ما في فكر انا غير